هذا اللي المعنى اللي ذكر علي بن شويد يقول انا ناخذ وعد من الامام سلام الله عليه، انا ارى قلت سيدي يمتى ما تبشرنا يمتى الفرج، انت قالت عليك الى التنقل من سجن الى سجن لانه رواية 12 سنة ورواية 14 ورواية 18 سنة، نعم من سجن الى سجن. قال الامام الموعد يوم الجمعة، قلت سيدي اين باي مكان؟ قال ضحا ضحا على الجسر ببغداد. يقول خرجت وانا لا اكاد اهدأ من الفرح، اقبلت اطرق الابواب بابا بابا الى ان وصلت الى بعض اصحابنا، قلت ابشر ايام الفرج قريبة. قال متى؟ قلت الموعد ضحى يوم الجمعة على الجسر ببغداد. يقول هرع الناس يمينا وشمالا بالموعد يوم الجمعة ينتظرون طلعة الامام، بينما نحن كذلك واذا بالشجانين يهرولون وعلى اكتافهم جنازة اقبلوا بها طرحوها على الجسر ببغداد. ووقف المنادي ينادي على امام الذي يزعمون انه لا يموت وهو قد مات. يقول علي بن شويد اسقط ما في ايدينا، جعلنا ننظر الى نعش الامام وارتفع شهيقنا بالبكاء. يقول علي بن شويد كان مر بي طبيب، هذا طبيب مسيحي كان فيه معه صحبة، اقبلت اليه قلت يا هذا بالمسيح عيسى بن مريم عليك الا ما وقفت قليلا، على ما الخبر؟ قلت اريد منك ان تقف على هذا المشجع تنظر لي ما هو سبب موته. يقول اقبل ما طلع بان الامام نظر في وجهه واخذ كفه قلبه ثم قام لم يتكلم بشيء. تبعته قلت ما وراك؟ قال لي لا تطل لا تطل يا ابن شويد، اسألك هل لهذا الرجل عشيرة؟ قلت ما الخبر؟ قال فليطالبه بدمه ان الرجل مشموم. لكن بالمدينة والبعيدين أهلا من بينين، لكن بالمدينة والبعيدين من عم الرشيد عن سليمان يسأل غلامة يقول له ما لي أرى بغداد تضج بأهلها أسمع الجسر ضوضاء. قال سيدي والله لا أدري. قالوا حتى يذهب انظر ما الخبر وعد. باب الغلام ورجع قال سيدي يقولون على الجسر جنازة أخرجت من السجن. قالوا حتى ما أكثر من يموت ولا يموتون بالسجن ولا واحد يشعر بيوم. اذهب سل من هذا؟ اقبل الغلام يركض سال استفسر قال من هذا؟ رجع قال سيدي يقولون على الجسر موسى بن جعفر. قال ويحك موسى على الجسر؟ التفت الى غلمانه قال بادروا اليهم خذوا الجنازة من ايديهم ان منعوكم اضربوهم. اقبلوا به وضعوا في مفرق اربع الطرق. نادى المنادي على من اراد
عم يحضر جمال الطيب ابن الطيب العصور والرحم لشليبان جامع لموشة وتحشد عروق النجابة بس نحشين مريم هذا حسين بلا مسلم ولا كفن.